في السعودية خبر متداول عن محاولة قام بها زوج لمصالحة زوجته المدرسة، حيث تم تداول صور من غرفة معلمات في إحدى مدارس الجوف تظهر فيها الغرفة وهي مزينة بالبالونات والورود وبعض الأموال على الأرض، فضلا عن حلوى وطعام، وهو الأمر الذي أكدت إدارة التعليم فتح تحقيق حوله. ومن الجوف في السعودية ينضم إلينا عبر الهاتف المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف عبد العزيز النبط. أهلا فيك معنا يا عبد العزيز، إيش القصة؟ أهلا فيك يا أختي سارة. الحادثة وقعت الأسبوع الماضي، مراقب أمن وسلامة تابع للإدارة قام وقت خارج الدوام الرسمي بالدخول إلى إحدى مدارس البنات الابتدائية التابعة للمكتب أو للإدارة، وجهز غرفة المعلمات بلوحات وعبارات غرامية ومبالغ نقدية وهدايا عينية بهدف التصالح مع زوجتي تعمل في المدرسة، ووثق ذلك بمقطع فيديو مصور. في صباح اليوم التالي فوجئت المدرسة، قاعدة المدرسة والمعلمات بالواقع، فأزالت قاعدة المدرسة جميع ما أحدثه الزوج في غرفة المعلمات قبل بدء اليوم الدراسي، وأبلغت الإدارة بالواقع، حيث أن قاعدة المدرسة ومعلمات المدرسة حتى الزوجة لم يكن على علم بالواقع. نعم. طبعا وجه المدير عام تعليم منطقة الجوف بالتحقيق بالواقع، مع التأكيد على رفض الإدارة استغلال المنشآت التعليمية لتحقيق مصالح شخصية. نعم. طيب هل تم التواصل مع الزوج؟ هل يعني تفاهمتم معه مثلا؟ هل عليه أي عقوبة؟ الزوج أو الزميل يعني هو بادر اليوم، يعني بعد الضجة اللي حدثت يعني انتشر المقطع وكذا، وأتى إلى الإدارة وأبدى ندمه على ما فعله، أكد أن يعني تصرف فردي وشخصي ولم يكن يعني يهدف لأي أهداف أخرى يعني. نعم. فيعني خلص حيتم التعامل معها أنه يعني كان خطأ عابر؟ لا، ما أنا لا أؤكد أن موضوع تحقيقها، طبعا مسار آخر له يعني أدواته وله إجراءاته، وما يسفر عن التحقيق بناء عليه يتم يعني إصدار. نعم، يعني بس يطلع أنه هو دخل من لوحده يعني خارج. نعم. ساعات العمل من دون التعاون مثلا أو التفاهم مع أي. نعم. من زميلاتها أو مثلا معاونتها حتى هي أو ما إلى ذلك. طب هل عرفتوا إيش سبب المشكلة؟ يعني هل على الأقل بعد هذا كله تصالحوا؟ والله يا أختي أنا يعني لست مخولا بالحديث عن الأمور. نعم. الأمور الشخصية. نعم. فإحنا معنيين بالحديث عن ما يتعلق في المنشأة التعليمية. نعم، يعني على الأقل نأمل أنه يعني يكون تم الصلح بينهم. إن شاء الله كلنا نأمل ذلك إن شاء الله. طيب نحن بنشكرك على التوضيح القصة. كان معنا المتحدث باسم الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف عبد العزيز النبط. أهلاً.